من استديو صيف البحرين أصبح عليكم مشاهدينا ومتابعينا في حلقة بداية الأسبوع يوم الأحد اللي راح نكون فيها إن شاء الله ساعة معاكم، بننقل لكم فقرات جميلة وتقارير منوعة جهزها لنا أكيد فريق الإعداد في البداية. أصبح على حمد وقل صباح الأحد. صباح الأحد، أسبوع جديد، أسبوع جديد، آمال جديدة، أهداف جديدة إن شاء الله، طاقة إيجابية جديدة ومفاجآت جديدة بعد اليوم. أكيد حياكم الله مشاهدينا برنامج صيف البحرين، حلقتنا اليوم راح تكون خفيفة ومتنوعة وفيها مفاجأة حلوة إن شاء الله في نهاية الحلقة راح تستمتعون فيها ونستانس الفقرات اللي نحبها، بس عاد هالمرة جدموها يعني. يمكن احنا يعني لما نرجع من الويكند نحضر لهم شي فقرة حلوة مختلفة مميزة، ناس ما احنا نستانس اكيد هم راح يستانسون فيها. حمد، احنا تعودنا ان دائما شي عندنا فقرات خفيف غريب عجيب، فاليوم راح ننتقل حق شيء غريب فعلا عجيب. مشاهدينا خلونا ننتقل لفقرتنا الاسبوعية غريب عجيب ونشوف المكان الغريب اللي بيعرفونا عليه فريق الاعداد. تعتبر مدينة سيتي نيل في إسبانيا من أغرب المدن، فسكانها يعيشون تحت أكبر صخرة في العالم منذ أن بناها المسلمون أيام الأندلس، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 3000 نسمة. فسكان تلك المنطقة ينعمون بالبرودة صيفاً وبالدفء شتاءً، وذلك لأن سقوف بيوتهم هي الصخرة ذاتها والتي تمنع اختراق الحرارة أو البرودة، حيث يعملون سنوياً على تجديد طلاء البيوت باللون الأبيض الذي يعكس أشعة الشمس بهدف المحافظة على درجة برودتها. كما أن البعض من هذه البيوت لها أسطح صخرية فوقها بساتين الزيتون. تتمتع المدينة بالكثير من المناظر الخلابة المتمثلة في التصميمات المعمارية التي شيدها السكان بين الممرات الجبلية وعلى الشريط الممتد على طول ساحل نهر تريغو. تتميز المدينة بالمعالم السياحية البارزة والممرات الجبلية الساحرة، إلا أن أغلبية السائحين يتوافدون إليها للتمتع بمشاهدة البيوت التي تعانق الصخور من كل جانب، فضلاً عن انتشار المنحوتات الرومانية القديمة والجميلة والقلعة العربية وأطلال إسنييبو. عودة مشاهدينا من بعد الفاصل، أقامت المنار للقرطاسية بالتعاون مع مجموعة شويطر الفنية مسابقة رسم بورتري الراحل الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، وذلك بعنوان أسطورة الرياضة، حيث انطلقت المسابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضمن الأجواء الافتراضية مع ظروف الأزمة العالمية لتصدي فيروس كورونا. انتهت المسابقة بمشاركة أكثر من 150 فنان في دولة الخليج العربي. طبعاً وشهدت هذه المسابقة مشاهدينا مشاركة كبيرة من فناني دول الخليج العربي، كما اختلفت الفئات العمرية وخامات الرسم، وانتهت المسابقة بفوز 6 مشاركين. خلونا نتعرف أكثر عن المسابقة مع ضيوفنا في الاستديو، الفنان البحريني القدير عباس الموسوي عضو في لجنة التحكيم بمسابقة أسطورة الرياضة، والفائز بالمركز الثالث زهير القديحي. صبحكم الله بالخير، يا هلا ويا مرحبا فيك. أهلا وسهلا، فرصة طيبة، نورتونا، وإن شاء الله على روح المرحوم الشيخ عيسى بن راشد إليه التحية والتقدير على رحلته الطويلة مع طبعا الله يرحمه مع الرياضة والفن والأدب والشعر. نعم. اللي يحتاج إلى مسابقات أيضاً أكثر إن شاء الله. طبعاً هالمسابقة يمكن أستاذ وايد قيمة في حب الشيخ الراحل، طبعاً أكيد هذه المسابقة تعبر عن الحب، تعبر عن الشغل اللي كله اللي سواه، يمكن كل الاجتهادات اللي سواها وعكست على الناس نفسها. فكلمني عن هذه المسابقة، فكرتها في البداية. يعني طبعاً المسابقة هي جاءت باحتواء الشخصية وبروز البورتري اللي هو إلى حد النصف من شخصية الشيخ عيسى كإنسان، يعني تعاطفت معها جموع كثيرة من محبي الرياضة في البحرين والخليج والوطن العربي والعالم أيضاً، لأنه هو شخصية محبوبة مرح روحه، الله يرحمه. صورته تعني الكثير، يعني شكله وطريقته، أداءه، أفلامه العظيمة اللي قدمها كرسائل، يعني في بعد
قبل المباراة وبعد المباراة تنتظر الناس رؤيته وملاحظاته ورأيه. فهذه الشخصية وكثير من اللي عبروا من مدن البحرين في يعني تعبين وفاته هي الصورة الكبيرة الشامخة اللي وضعت في كثير من الشوارع مناطق المملكة. صحيح يعني تحتدي بهذه الشخصية. فصار التركيز على البورتري الشخصية الوجه المألوف المحبوب الذي يعني إذا أي إنسان يشاهد هذه الشخصية يحس بالراحة والطمأنينة وحب الآخرين لهذه الشخصية هو حب الآخرين للبحرين وأهل البحرين اللي يمتازون بهذه السمة العالية من الرقي في الخطابة في التأثير العظيم إضافة إلى كلماته اللي يعني إلى اليوم نتغنى فيها. صحيح. من أيام كنا طلبة إلى اليوم وإحنا دائما مستمرين وهي صارت أيقونات. بلا شك صورته دائما عالقة في أذهاننا الله يرحمه. يعني صح. لو بنتقل لك زهير يعني أول شيء نقول لك ألف مبروك لفوزك للمركز الثالث. كلمنا عن هذه التجربة وجودك في هذه المسابقة، هل توقعت أنك راح تفوز بهذا المركز؟ طبعا تجربة مختلفة جدا بسبب تنوع الخامات اللي كانت فيها و بالأساليب يعني اشتركوا فيها ألوان جميع الخامات. نعم. فكانت ما مجهولة يعني النتيجة والتجربة جديدة والتأبين لها الشخص. فكانت المشاركة جميلة استفدت منها. جديدة ومختلفة يعني تماما. حلو. يمكن استاذ برجع لك في موضوع أن 150 مشارك معناته هذه يعني واضح حب الناس ل شخصية الشيخ الراحل طبعا أكيد. فكلمنا عن هاي المشاركات الوايد يعني عدد كبير. طبعا بالنسبة إلى المشاركين وأنا شفت كثير من الأعمال إضافة راجعت الأعمال اللي أيضا ما كانت تحت شروط المسابقة وجدت أنها تحتوي على كم هائل من يعني المفردات التي تعني بشخصية الراحل. منها الرياضة، منها الشعر، منها تغزل في أجواء مناخات البحرين. فهاي الأعمال اللي استبعدت على أساس أنها خارج نطاق الموضوع فوجدت أنها أيضا تستحق أن تعطى جائزة لأن حرام في هذا هذه المشاركة أن تبعد هذه الأعمال. فاقترحنا على اللجنة أن يقام لهم معرض ويعني يكون لهم تكريم ويكون لهم شهادات للمشاركة. وطبعا إذا كانت المعارض الافتراضية يمكن تكون أداة ووسيلة سهلة لمشاركة الآخرين من خارج البحرين أيضا في هذا المعرض الافتراضي، وهذه إحدى الوسائل اللي الوصول إلى كل المساهمين وبيان أهمية هذا الدور. طبعاً أنا أقول بعد إن شاء الله في المستقبل يعني نحتاج إلى أن ننشط هذه النوعية من المسابقات فعلاً لتدعم المواهب الشابة فعلاً تخلد مثل ما المواقف اللي قدمها الشيخ على كل المستويات الإنسانية الرياضية جميع شعرية دي أدبية كاملة صح. كل يشهد صحيح كل يشهد بتكون فت الاثنين يعني فت الناس اللي هو الموهوبين اعطيتهم الفرصه تبرز. وفي نفس الوقت الناس تكرم اللي الشخصيات صح اللي تكرم فعلا الشخصيات اللي لها مملكه البحرين. يعني زهير خلي ارجع لك في هذه النقطه، يعني مثل ما نعرف ان ما شاء الله لوحتك فازت بالمركز الثالث فاكيد استغرق العمل الرسم وتجهيز اللوحه وقت طويل بالضبط. فكلمنا عن مراحل تجهيز اللوحه شلون كانت وهل يعني شوي نوع ما ترددت شلون راح تبين وتبرز ملامح الشيخ الله يرحمه اخذت مني تقريبا اسبوعين في اليوم ارسم 3 ساعات فوقت يعني طويل جدا بس يعني تنسى التعب وتنسى هذا تخليدا يعني كرامه للشخص يعني يستحق التعب ويستحق. انا شاركت مو عشان الفوز ولا عشان شيء قد ما شاركت انه كابرز مكانه هالشخص يعني 150 فنان مشارك فيعني ضربت في البحرين وصارت مسابقة على مستوى البحرين والخليج بعد حتى اللي يعني ما كان يعني ان الفوز بالمسابقة هنيها في البحرين رسم وشارك حتى على مستوى
على جميع على خارج البحرين وحاولنا يشارك ويشارك في هذه المسابقة يعني يبرز مواهبه وابداعاته. راح نرجع لكم اكيد لكن معانا عبر السكايب الفائز بالمركز الاول بمسابقة اسطورة الرياضة الفنان محمد تركي المفضي من المملكة العربية السعودية. صباح الخير ومبروك. صباح الخير تحياتي. يا هلا وسهلا مرحبا فيك. تحياتي إيمان الله يسلمك يا رب. طبعا احنا تحياتي للحضور طبعا يعني الجميلين اخ عباس الموسوي فنان السلام الجميل. طبعا اكيد بلا شك سهير طبعا يعني جميل بشكل لا يوصف. انا شفت ربحته طبعا تقديري له تحياتي. الله يخليك. يعني ما شاء الله استاذ لو بنتكلم اول شيء بقول لكم وحشتونا في مملكه البحرين والله يعديها الازمه ان شاء الله نشوفكم عندنا ونقول لك مبروك فوزك بالمركز الاول. خبرنا شلون عرفت عن هذه المسابقه يعني ما شاء الله انت خارج مملكه البحرين ووصلتك هذه المسابقه وانت في السعوديه وهل توقعت انك تفوز بالمركز الاول؟ بدايه طبعا يعني كانت البدايه حول كان فضولي حول شخصيه أسطورة بمعنى طبعا الشيخ عيسى الله يرحمه بطريقة أو بأخرى عبر الإنستغرام وصلتني موضوع المسابقة حبيت الفكرة وحبيت المجموعة اللي قامت بالفعالية الله يعطيهم العافية وتحياتي لهم طبعا يعني لاحقا طبعا يعني حاولت إني أشارك هالمنافسة الجميلة. بالنتيجة احنا كلياتنا يعني كانت الاتجاه نحو الفن طبعا الفن اللي احنا طبعا دائما نرغب له واللي هو انا بعتقد يعني اساس للتعامل للحضور للحياة تفاصيل الحياة موجود يعني هذا دائما رغبتنا على انه يكون حاضر دائما. جميل. يعني أنت يمكن شاركت في هذه المسابقة وكان عندك هدف أن أنت في النهاية يعني يكون لك حضور وتسجل حضور في هذه المسابقة بفنك بهذه اللوحة الجميلة وما شاء الله عليك فزت بالمركز الأول. طبعا الحمد لله على التقدير هذا وأنا تحيتي إلى أنا دائما يعني هذا عبارتي الدائم على أنه مجرد المحاولة هو فوز وأنا مبسوط جدا بكل المشاركين وطلعت على كل وفي فعلا شيء مميز الله يعطيهم العافية وخصوصا طبعا يعني قائمين على الفعاليات الحمد لله يعني العمل أخذ مني ما يقارب الحوالي 20 ساعة عمل متوزعة على أيام والنتيجة كانت الحمد لله يعني مريحة لك دائما تقدير جميع يعني مثل ما تكلمت خذ لك وقت استاذ كبير في رسم هذه الرسم لكن شنو يعني لك الفوز في هذه المسابقه وخصوصا لشخصيه اسطوريه كالراحل الشيخ عيسى بن راشد ال خليفه. استاذ حمد طبعا البورتري الضيوف الكرام اللي عندك تعرف مدى اهميته وصعوبته في هالمجال هذا دقيق جدا واي تفاصيل ما بين الظل والنور بتغير الشكل تماما. لكن قلت لك انا الحمد لله طبعا من زمان يعني ركز على التوجهات فن البورتريه موضوع الفعاليه لحال كان كافي على انه منافسه يعني كره رياضيه بحق يعني الشيخ عيسى الاساس حبيت اشارك فعلا والحمد لله كانت يعني الخطوات تحقيقا جيده. الحمد لله واكيد مبارك لك على الفوز مره ثانيه فنان محمد تركي المفضي كل الشكر لك على هذه المداخله عبر سكايب شكرا لك ومبارك لك الفوز مره ثانيه واكيد نرجع حق ضيوفنا مره ثانيه بالاستديو يعني ما شاء الله نفس ما شفنا الفائز بالمركز الاول من المملكه العربيه السعوديه استاذ عباس يعني ما شاء الله مشاركات من البحرين من خارج مملكه البحرين صح. ولوحات كثيره كانت موجوده انت كاحد اعضاء لجنه التقييم والتحكيم كيف كان الاختيار بالنسبه لك صعب في اساسيات كنت تركز عليها فكلمنا عن التقييم وقت التحكيم لهذه المسابقه. طبعا البورتريه له امتيازات يعني تقنية ولروح لأن أنت تبحث ما داخل هذه الشخصية فيعني أنا أشوف أن الفنان
لما يرسم هذا الشكل أو هذا الوجه يبحث عن ملامح شفافة في داخل هذه الشخصية من مرح وحب وعطاء وغنى، فهذه الفنان لازم يحاول أن يستسقيها بريشته وألوانه، ودائما يحاول أن يهيم في يعني هذا الوجه ويكون يعبر تعبير إضافة إلى الخلفية أيضا تعبر عنه. فكثيرين منهم أضاف إلى شخصية المرحوم شفافية الطهارة والحب والبياض الساطع كالنور، يعني كثير منهم أخرجوه كفانوس إضاءة أو فانوس رؤية لطريق كثير من يعني المتعطشين للرياضة والأدب والشعر. فهذه هي الملامح اللي يعني استسقيتها من خلال تواجدي، ولو أن أنا أشوف أن في بعض الفنانين الكبار الذي عبروا عن فنهم في فن البورتري دخلوا بألوان صارخة وعطاء، يعني مثلا نجيب على سبيل المثال الفنان فان جوخ، فلما رسم شخصيته رسمها كأنه حديقة أو بستان من كثر ما كان حبه للطبيعة يتغنى فيها، فكل رسوماته كأنها جزء من إيقاع الطبيعة بزهورها وألوانها وأوراقها في شكل البورتري. فهو دائما الفنان يبحث عن روح الشخصية أثناء تنفيذ يثبتها في هذا العمل. أنا بدي أذكر بعد أيضا المرحوم الشيخ عيسى بن راشد كان له تكريم عظيم أقامته أفتكر جمعية الشعر والأدب في البحرين في فترة من الفترات، وهذه من الأشياء الراقية اللي فكرت فيها البحرين أفتكر برئاسة معالي الشيخ خالد بن أحمد، لأنه من جماعة الشعر والأدب، وإحنا حضرنا في هذه اللقاءات يمكن كان 3 ليالي وكانت أمسيات جميلة تخلد هذه الشخصية. يعني هذه أحد الأشياء اللي أذكرها، وقدمت عمل لوحة أيضا فنية إلى حتى أي مرة أشوفه يقول لي لوحتك دائما عندي في وراي في المكتب أو في اللقاءات. فهذه من الأشياء اللي إحنا أيضا سباقين فيها أن نخلده في ذكرى. يمكن قبل لا نختم انتقل لك زهير، سمعت محمد قال أنه خذ له وقت وايد وهو يرسم، أكيد أنت مريت بنفس الشيء لأن أنت قلتها في البداية. وين رايح زهير في رسمه في المستقبل؟ ويمكن بعد نتكلم عن مستقبل المسابقات الجاية. طبعا هذه مو أول مبادرة ولا الأخيرة بتكون الجروب من قرطاسية المنار. سوينا سابقا كثير منها، استغلنا فرصة الكورونا طبعا في إبراز هالمواهب المدفونة في البحرين وفي الوطن العربي جميعا، لأن المشاركات ما اقتصرت على البحرين وفتحنا الموضوع يعني للكل. إن شاء الله في يعني أهداف للمجموعة وللقرطاسيات دعمنا ودعم مثل هذه المسابقات ومثل هذه الأشياء اللي تحفز الشاب البحريني وتبين المواهب تستغل الوقت اللي في الكورونا. إن شاء الله أكيد يعني نتمنى لكم كل التوفيق ونورتونا وشرفتونا الفنان عباس الموسوي أكيد والفنان أيضا زهير، في كل الشكر تواجدكم وحضوركم، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. يعطيكم العافية. شكرا لكم جزيلا. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل قصير بعدها نرجع معاكم في صيف البحرين، خلكم ويانا. أكيد نشكر الزميل عبد النبي الجردابي على هذا التقرير، ونشكر أيضا الدكتور هاني على فقرة العلاج الطبيعي. مشاهدينا مثل ما نعرف أن النفس مخلوق رقيق حساس مثل الزهرة، ينمو بالرعاية والرفق، أما كلمات الذم فهي تسحق النفس وتحنيها وتدمر مكنوناتها، وإحنا كأهل مؤتمنون على أنفس أبنائنا نسقيها بالمحبة وأكيد نقلمها بالتشجيع ونغذيها بالثناء. أثر الثناء والتشجيع على الأبناء، وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا استضافة المرشد الأسري الأستاذ محمد جواد مرهون. صبحك الله بالخير يا أهلا ومرحبا فيك أستاذ. أهلا وسهلا. صباح الخير أستاذ. يمكن في ناس وايد أو أولياء أمور كثير ما يعرفون أسس تربية الوالدين، يمكن لو تسألهم بعض تسألهم ما بيعرفون، فشنو الأسس في البداية في التربية للأبناء؟
نعم. احنا في الأسرة أو المنزل مثل ما نخلق البيئة الفيزيائية إلى منزلنا من تكييف وإضاءة وأثاث، أيضاً بحاجة إلى بيئة معنوية فيها التفاهم، الحب، الترابط، الأمان، الاستقرار. هذه رقم واحد. رقم اثنين أن البيت مدرسة، والبيت أول مدرسة يتعلم فيها الطفل، صح. والأبوان هم المعلمين إلى 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 الطفل. هل أنت يا أب وأنت أم مستعدتين أن تكونين تقومين بدور المدرس؟ هل أعددتين المنهج الخاص؟ هل تعرفين يعني كيف تتعاملين مع الابن؟ لأن أنت أول ما بيتعلم الطفل من عندك أو من عندك. رقم ثلاثة أن إحنا أغلب بيوتنا فيها تربية، ولكن هذه التربية تكون نظرية في الأغلب، وتكون عن طريق الأوامر والنواهي. إحنا يعني نحبذ أن تكون هذه التربية والتعليمات والأسس تكون مكتوبة وواضحة ومعروفة للطفل، وحتى أدوار كل واحد في البيت، وحتى أدوار الوالدين لما يصير مكتوبة وواضحة بصير التفاهم أكثر. أنت قصدك تكون مكتوبة نفس القوانين؟ نفس القوانين تحطها في البيت، نفس المدرسة، تكون في نظام، يكون نعم فيها الأمور. نعم، يعني إحنا تنقصنا في التربية في بيوتنا الكتابة فقط، وهذا الكتابة لها أثرها ولها اللي كل واحد يعرف الدور اللي لازم يقوم فيه. عندنا رقم ثلاثة إن لازم نعرف إن في فروقات فردية بين أبنائنا بعضهم البعض، صح، وبين أبنائنا والآخرين، وهذه القدرات يجب إن إحنا كأبوين نعرف هذه القدرات علشان لما نشجع ولما نثني ونبغى نوصل، لأن كل من يبغي ولده الأول والأحسن والأفضل، لكن هالقدرات تسمح إن نوصل إليه لازم يعني يكون عندنا معرفة بهذا الشيء. الشيء الآخر اللي أيضاً نعرف يجب علينا أن نعرف مراحل العمرية، لكل مرحلة من العمر لها خصوصياتها، والمعرفة تعطي لنا فرصة وتهيئة علشان إحنا نحقق أسس التربية، ومتى نثني ومتى نشجع وإلى أي حد. يعني أستاذ ذكرت موضوع الثناء أكثر من مرة في هالجانب، خلنا نتكلم متى يكون الثناء أو المدح بشكل عام في محل الصحيح، لأن دائما نقول مثلا إحنا كأولياء الأمور ما بمدح ولدي وايد عشان مثلا يكون متواضع أكثر مع الناس، يؤدي مهامه ويعرف إن مرة ممكن نثني على الشيء اللي يسويه، مرة يمكن ما نثني على الشيء اللي هو قاعد يسويه ممكن يكون غلط. فمتى يكون الثناء والمدح في محل الصحيح وفي الوقت الصحيح؟ نعم، كثرة الثناء يعني تعطل، صح. والثناء المعقول هو الصح. علماء التربية ميزوا بين نوعين، نوع اسمه التشجيع ونوع اسمه الثناء، وإحنا نحسب أن هذين مترادفين، يعني التشجيع يعني الثناء، ولكن أنا أبين الاختلاف. التشجيع عادة يكون على الفعل الذي يقوم به الفرد، ابننا ماذا عمل من إنجاز جيد، ماذا عمل من سلوك حسن، نقوم نثني عليه ونشجعه علشان يستمر هذا الثناء ويكون ويستمر هذا العمل الجيد الحسن ويكون خلق في ابننا، لأن إحنا من خلال التشجيع نبغي نبني قيم، وكل مرة نبني قيمة ونشجع عليها متى ما عملها الفرد من البنت أو الولد. أما الثناء فإني أثني على الشخص نفسه وليس لعمله، أنت جميلة، أنت ذكي، والكلمة سهلة، ويتلقاها الطفل بدون ما ينجز بدون ما يعمل، صفة من صفات الله اللي أعطاها هي أنه جميل، وهذا الثناء ما يؤدي لنتيجة مثل ما يؤدي فيها مثل ما نقول التشجيع. التشجيع يعني هو له أهمية كبيرة. وفي التشجيع دائما إذا نبغى نشجع ابننا يجب أن نذكر شجعنا ليش. أنت مثلا أنت نظفت غرفتك ورتبتها فشكرا لك، إذا أنا شكرتك على عمل قام بجيد اللي هو التنظيم، وأقدر أقول له هذا من النظام. أنت اليوم ساعدت في يعني رمي القمامة ووضع الصحون في
المغسلة، إذا أنت يعني قمت بعمل جيد وهو التعاون. فإذا وشكرا إليك، أشكره، أبين العمل الذي قام فيه وأثني عليه علشان أغرس هذه القيمة أو هذا السلوك في نفسيته. إذا عندنا نوعين من الثناء، اثنينهم مطلوبين، ولكن التشجيع هو الأساس والأهم. يمكن أستاذ بتكلم عن التشجيع بما أن أنت ركزت على التشجيع لأنه كثير مهم، وش قد أن المفروض أن نجازي الطفل على أي شيء يسويه زين، لازم نسوي له مثلا حتى ممكن أن يعني تعطيه شيء هو يحبه، ولا حتى مثلا شوكولات وأي شيء يعني في البيت، أنت تعطيه جازي بشيء زين. ممكن شلون إحنا يعني نخلق الأجواء اللي أو البيئة اللي يكون فيها التشجيع موجود في البيت؟ نعم، أولاً التشجيع خلنا بعد نتفرع فيه، التشجيع يعني التقدير، والتقدير حاجة إلى الإنسان هو إليه سواء صغير أو كبير، يجب أن نقدر بعضنا البعض الآخر، وهذه من الحاجات الأساسية اللي يعني وضعها عالم النفس ماسلو في هرمة، في يعني سلم الأعلى من القيم أو السلم على رأس الهرم، على رأس الهرم أو ما قبل رأس الهرم من حاجة الإنسان إلى التقدير. زين، أبنائنا وبناتنا وإحنا كآباء قدوة إليهم، هم يبحثون عنه، يشوفوننا، التعليمات اللي إحنا الآباء نعطيهم أبنائنا هل إحنا نطبقها؟ هل الأب يقدر الأم؟ هل لما تطبخ من العيال الطبخة الجميلة يثني عليها ويشكرها أمام أولادها؟ هل هي هل أبو العيال لما يجيب حاجات البيت ويجيب الماتش للبيت الأم تقول له الله يعطيك العافية شكرا إليك تمدح فيه؟ إذن هم يتحينون الفرص، وهم الآباء والأمهات قدوة إلينا كأبناء، وإحنا أحيانا كثيرة بالعمل وبالممارسة يعني نقدر نعلم أبنائنا أكثر من التوجيهات والأوامر والنواهي. هم يشوفون قدوتهم إلى البيت قاعدين يشكرون ويثنون على بعضهم بعض. إذن علي أشكر أخي، أشكر صديقي، أشكر أمي، أشكر والدي، أشكره دائما على عمل أقامت به، وإذا أذكر العمل هو المهم. والبيت اللي فيه التقدير يزداد فيه العطاء ويزداد فيه المحبة ويزداد فيه الإنجاز، لأن أنا من خلال التقدير والثناء والتشجيع أخلق قيم وأبني شخصية وأخلي أبنائي وبناتي يثقون بنفسهم وقدراتهم، وتالي يقومون بالعمل حتى لو أنا قطعت التشجيع عشان عنهم، عشان يمكن حتى الأبناء يكتسبون هذه المهارات وهذه القيم من أولياء الأمور. يمكن ذكرت هذه بالنسبة حق التشجيع، أستاذ خلينا نتكلم شوي عن الثناء، أهمية زرع يمكن بذرة الثناء في نفوس الأجيال، يعني الأجيال المستقبل، فشلون ممكن إحنا نزرع فيهم هذه البذرة؟ شلون ممكن نقول لهم ترى لازم تثنون على شيء اللي تشوفونه قدامكم؟ شلون أيضا هم راح يربون أجيال في المستقبل، فكيف نزرع هذه البذرة؟ نعم، هذه البذرة نزرعها الثناء اللي إحنا نقدمه لأبنائنا وبناتنا، نزرع فيهم في المستقبل ثقافة الامتنان، وثقافة الامتنان ثقافة مهمة فيها إجابة على كلامك. ثقافة الامتنان يعني تخلي الفرد ينظر إلى كل ما حوله من إيجابيات، وينظر إلى الأشياء الموجودة عنده واللي وهبها الله أو أعطاها الوالدين إليه أو هو كونها بنفسه. إذن أنظر إلى الأشياء الإيجابية في منزلي، في حياتي، في أسرتي، في عملي، من الثناء اللي وصلني أنا لما كبرت أحمل ثقافة الامتنان. ثقافة الامتنان تعني يعني النظرة الإيجابية والشكر، هذه الأشياء الموجودة من عندي، الصحة، العافية، الرزق من عند الله سبحانه وتعالى، إذا أشكر الله سبحانه وتعالى، والله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا من عند والديني هذه الحاجات يعني قدموها إلي، فإذا أنا أستحق أن والديني يستحقون الشكر مني، وأكون من خلال شكري لوالديني إذا أنا بار بوالديني. إذا هذه الأشياء الإيجابية الموجودة
أنا خلقتها، أنا صنعتها، أنا قمت بها، إذن أنا بحاجة إلى أثني على نفسي وأشكر لنفسي وأقدر إلى نفسي، وبالتالي تكون عندي ثقة بالنفس عالية وأبني شخصيتي بنفسي وأنظر إلى نفسي وإلى الآخرين بنظرة إيجابية. إذن هذا الثناء يولد إلى الأبناء ثقافة الامتنان، وإحنا بحاجة إليها، النظرة الإيجابية والبعد عن النظرة السلبية. يمكن أتكلم عن سؤال أو مع يعني موضوع أستاذ محمد، بما أن صراحة معلوماتك وايد حلوة ومواضيع اللي نتكلم فيها وايد وايد مهم اللي نتكلم فيه. موضوع الأبناء، أنت تكلمت في البداية أن الأبناء تعتبر في مدرسة في البيت في النهاية، فبما أن ما في مدارس هذه الفترة، شنو نصحت أنت أولياء الأمور في هذه الفترة حق الأبناء؟ شنو اللي يسوون؟ شنو المعاملة تكون بما أن ما في مدرسة؟ المدرسة قلت لي في البيت، فشلون التعامل يكون في البيت؟ نعم، التعامل في البيت أولاً إحنا في ظل جائحة كورونا اللي فرضت علينا في البيت عندنا تهديد، وهذا التهديد تهديد خارجي. وعادة للأسرة والمجتمع كل ما يكون في تهديد من الخارج كل ما يعني يتوحدون يتماسكون يحمون مع بعض ويبحثون عن كيف أنا أتعايش في هذا الوضع. يعني كثير من الأشياء يعني خلقناها إيجابية في الأسرة وفي المجتمع، ما استسلمنا إلى المرض، إنما توحدنا وعملنا برامج داخل البيت. صحيح. الأسر، وأنا ذكرت من قبل في جلسة يعني سابقة، يشكون دائما من غياب الأب خارج البيت، إما بانشغالاته إما بعمله إما ساعات يكون يعني يروح مع الأصدقاء في سهر. اليوم الأب وجميع الأسرة متكاتفين وموجودين في داخل البيت، وبالتالي بحاجة إلى يعني يستثمرون وقتهم المحصورين فيه في بطريقة إيجابية. وكثير من الأسر مثلا عملوا عن طريق زوم مثلاً لقاءات مع الأسر بعضها. صحيح. بعض وتلاقوا وكل أسبوع يعني يبحثون عن شيء جديد يقدمونه. يعني من ضمن بعض الأسر قدمت يعني مقابلة مع رب الأسرة ويتعلمون منه ويعرفون عنه وعن أخباره وعن أصدقائه وعن عمله، واكتشفوا إن من خلال هذه اللقاءات إن الأبناء والبنات صغير وكبير عندهم إيجابيات كثيرة، ولكن انشغالاتنا إحنا في الأيام العادية بحياتنا الخارجية ما نكتشف ما عند الأولاد والبنات من مواهب. فرب ضرة نافعة، يعني استفدنا وتناقشنا وتحاورنا وصرنا قريبين مع بعض واتحدنا وتعاوننا وسألنا الجيران ما هي حاجاتكم، والكل يسلم والكل يتواصل والكل يبحث. فكانت يعني استثمار جيد في هذا الوقت، وإن شاء الله هذا منطلق إلى يعني ما نعيد، يعني نشوف شو الإيجابيات اللي اكتسبناها هذه ونخليها الاستمرارية فيها. أكيد أستاذ، في نهاية الفقرة ودي أسألك، ذكرت موضوع الإيجابية اليوم، شلون ممكن نكتسب هذه الروح الإيجابية ونخلي الروح الإيجابية تطغى أكثر على الروح السلبية خلال هذه الفترة، يعني الأوضاع الراهنة اللي قاعد نعيشها، وأيضا هذا يعتبر نوع أيضا من الثناء والتشجيع لما يكون في روح إيجابية. نعم، أولا إحنا لازم نعرف أن الروح الإيجابية روح يعني مريحة ومؤنسة. أنا كنت أحضر إلى هذه الجلسة وإذا إحدى الخوات من الخليجيات دخلت على مذيعين في دقائق، وإذا هم يستشعرون الإيجابية منها من طريقة حوارها من كلامها من ابتسامتها، هم استوقفوها وقالوا لها إحنا نعيش الإيجابية بس جلسنا معاش. لما أنا كوالدين أتكلم بإيجابية إلى الحياة وأتكلم عن نعم الله ويعني ألقن أبنائي الإيجابية، هم بعد يستوحون بعكس التشاؤم بعكس النظرة السلبية. صح. هذا يعلمنا إحنا كزوجين
ان انا امام الابناء بذكر ايجابيات زوجي ابوهم وهو بيذكر ايجابيات امهم، فبالتالي الايجابيه تنتقل مثل العدوى كذلك السلبيه. كيف احنا نخلق ان دائما النظره الايجابيه الى الحياه؟ واحيانا كثيره احنا عندنا ايجابيات كثيره ولكن سلبيه واحده تخلي بعض الناس يعني ينسون كل الايجابيه ويركزون ينسون على السلبيه، كل الايجابيه إيه؟ وخصوصا لما تكون عندنا مشاكل، لما يكون عندنا مشاكل مع بعض ما نشوف الا الجانب السلبي من الاخر. صحيح. الزوجين انا بالنسبه لي كمرشد اسري ويجوني الزوجين لحل مشكله، لما يجون الزوجين عندهم توتر، عندهم شحن، عندهم كراهيه لبعضهم بعض، يعني من ضمن اسلوب الارشاد الاسري اجي امسك ورقه ويمسكي ورقه احسنتين اكتب الايجابيات عن نفسك، ثم يسترخي شوي، ثم ما هي الايجابيات عن زوجك، وبالتالي يكتبون اشياء جميله جدا ويستذكرون الحياه الايجابيه والصفات الايجابيه لكل طرف منهم ايجابي، ثم لما يكتبون اعطي كل واحد ايجابياته، معقول هذا يتكلم عني كل هالايجابيه وما يقولها؟ فبالتالي يركزون على السلبيه ويكبرون يركزون على السلبيه. نعم سلبيه تنقال والايجابيه ما تنقال، مجرد مجرد اللي يشوفون الايجابيات وهالشكل المشكله تخف والتوتر ينتهي، ويعني فبالتالي ننظر للإيجابية بشكل عام كبير. نعم. المرشد يعني الأسري أستاذ محمد مرهون، طبعا أكيد اليوم أسعدتنا وعطيتنا معلومات حلوة وعطيتنا إيجابية بعد على فكرة، وأنا كذلك شجعتنا على الثناء والاستمرارية فيه. كل الشكر لك على حضورك وابتساماتكم دائما تعكس الإيجابية. شكرا لك أستاذ، يعطيك العافية. عودة مشاهدينا من بعد الفاصل. اشتهر أهالي البحرين بحبهم للتزيين، منها مكان خاص للبنات مثل الذهب، ومنها ممتاز فيه الرجال مثل الأحجار الكريمة والكهرم، وهذه موضوع فقرتنا التالية. نتابع مع معدنا عبد النبي الجردابي اللي فاجئنا دائما ايه، نشوف هالتقرير ونرجع مرحبا. لكل شعب عاداته وتقاليده، ويحب يلبس ويتباهى فيه ويقتنيه بأنواعه، ومن هذه الأشياء الأحجار الكريمة واللي منها الحجر الفيروز والعقيق والكهرم، وللكهرم بالذات صفات وألوان ومناسبات، وصار يلبسها في أوقات معينة ويمكن تكون في معظم المناسبات. أحجار كريمة ومشغولات طبيعية تشوفها متناسبة ومتناسقة ومرتبة، حتى تعطي أحلى انطباع للزبون عشان يختار منها أفضل ما يختار قلبه وعقله. الكهرم أسراره ومفاتيحه عند أهله ومحبيه، ويمكن البعض منهم يظل يجهل مكوناته حتى لو تقرب ليه، لأن بحر غزير ويحتاج دراية وخبرة. أهالينا قبل كانوا يعشقون الزينة والرتابة والرزة، وتواصل هالطبع لهذا اليوم، وتقدر تشوفه منتشر في مجتمعنا، وخصوصا لما تلاحظ أياديهم تلعب وتدور في فصوص الكهرم. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا استضافة جاسم الملة، تاجر أحجار كريمة. صباحك الله بالخير يا هلا يا مرحبا فيك جاسم. يعطيكم العافية إن شاء الله. الله يعافيك. صباح الخير جاسم. طبعا مثل ما نشوف قدامنا
يعني موجود الكهرم والأمور الحلوة اللي قال عنها عبد النبي في التقرير. أينا. في البداية خلنا نتكلم عن تجارة الأحجار الكريمة في البحرين، شلون تشوفها؟ وأحس أنه بعد تطورت في الفترة الأخيرة، لأن الكهرم والأحجار الكريمة ما اقتصرت بس بالرجال، صارت حتى للنساء. أكيد أكيد بلا شك. يعني إحنا لو بنتكلم عن الأحجار الكريمة، طبعاً البحرين هي رائدة في هالمجال، طبعاً. لكن في الآونة الأخيرة للأمانة يعني لاحظنا بشكل ملحوظ ازدياد المحلات التجارية اللي متخصصة في تجارة الأحجار الكريمة، وبالإضافة إلى أيضاً الحسابات اللي عن طريق التواصل الاجتماعي والمرخصة أيضاً من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. يعني نشوف في إقبال أيضاً يمكن حتى من الناس على الأحجار الكريمة وعلى الكهرم في البحرين. لكن خلينا نتكلم عن الكهرم بالذات اليوم، شو السبب اللي يخلي الناس دائماً تلجأ حق الكهرم؟ شو اللي يجذب الناس في الكهرم؟ يعني إذا بتجاوبين على هالسؤال نقدر احنا نسالكم شنو السبب اللي يجذب العنصر النسائي للذهب؟ عاد تقول الذهب زين وخزين، احنا نقول الذهب. ترى بالفعل يعني الكهرم يعني في الوقت الحالي انت مستمتعه فيه، وايضا استثمار. اي يعني استثمار بدون ادنى شك للامانه، يعني خصوصا الكهرم يعني النقي الطبيعي، هذه مثل ما يقولون دولار سعره فيه للأمان. استثمار. إيه أتكلم بالضبط على ذي النقطة، أن أنت قلت لي إنه هو استثمار وناقي. الحين شلون الواحد يعرف ترى إن هذه الكهرم ناقي 100%، وهذه يعني ناس ما تقول مب. هذه يفتح على الجرح. إحنا كلنا يعني نبي نعرف. يعني إحنا نقول الواحد. في ناس تعرف من الشكل يقولك أوه هاي أصلي. لا إحنا نقول الواحد ما يتعلم إلا لما ينقر الصراحة. طبعاً. إيه يعني هذه العملية خصوصاً في الآونة الأخيرة. يعني اظهرت تقنيات ان هي تعالج الكهرم او حتى الخامات الثانيه وتسويها نفس الكهرم بالضبط، وما تعرف ما تقدر تعرف. اوه هاي بعد صعبه. ولكن ولله الحمد يعني للحين في ناس متعلمين طبعا اكتسبوا هذه الخبره عن طريق التجارب. تجربه انا اشتري اليوم، اشتري باكر، اشوف المصباح اليوم شنو هو، شنو تفاصيله، واسال مو بعيب. اسال إذا أنا الشيء ما عارف له أسأل عنه، وفي أهل الخبرة طبعاً دوم موجودين. طبعاً يمكن هاي الشيء اللي بيخليني أسألك، الكهرم شنو هو؟ يعني دائماً إحنا نقول الكهرم شنو هو، هي يعتبر يعني نبات حجر؟ والله كثير كثير من الناس ماخذين الكهرم على أنه هو حجر كريم أو مصنف من الأحجار الكريمة، ولكن هو في علمياً أنه هي مادة متحجرة تطلع من أشجار الصنوبر. طبعاً أشجار الصنوبر من غرضة اللي هي من فئة القاروبة. يعني هي تعتبر نبات. هي تعتبر مادة نباتية عضوية. هذه المادة كانت تطلع من الأشجار نفسها حق دفاعاً عن النفس من ناحية جرح أو أي خطر مسبب لها. فهذه المادة لما تتحجر طبعاً تكثر كثافتها. فعاد شوفوا سبحان الله مع المادة هذه كانت ملتصقة بحشرات، ملتصقة بشوائب. اي ف يتكون الكهرباء، كل هالجمال هذا يطلع منها سبحان الله. سبحان الله، الله. سبحان الله. وايد شيء حلو، يعني يمكن ناس ما قلت من النبته ويتحجر ويصير هاي الشيء. ناس ما قلت في البدايه ان انت 100% يكون الكهرم لازم تعرف قيمته في البدايه. أكيد. لكن هل انت كشخصيا شلون تعرف الكهرم؟ انا الحين مثلا كواحد عادي والمشاهد واحد عادي يشوف الكهرم، شلون المفروض اعرف ان هذه اصلي؟ هل في مميزات معينه؟ يعني لمعته مثلا ملمس، ولا في شيء انت تسويه؟ هو طبعا تجربه بالضبط، في وايد اشياء تقدر تحدد الكهرم اذا كان هو طبيعي او هل هو يستحق ان الواحد يقتنيه او لا. مخرجنا يقول بعد في له ريحه معينه الكهرم. بالضبط بالضبط، يعني في بعض انواع الكهرم طبعا هو الكهرم الطبيعي مو بشرط خروج الريحه في نفس الوقت، ولكن هو في الاساس لها ريحه، الريحه هذه طالعه من الماده العضويه اللي منتجتها اي الموجوده فيها. ولكن انت اذا بتي بتعاين اذا كان المصباح كهرم او لا، طبعا في عده اشياء لازم انت تشوف. اول شيء اللون اذا كان طبيعي او لا، تشوف الملمس ماله، رنه الصوت مالت المصباح غير عن رنه خامات ثانيه. حتى مثلا يعني في بعض الاحيان احنا يعني بحكم الهوايه احنا لما بنتكلم عن المسابيح ما بنتكلم عن كهرم فقط، نتكلم مجملا كهوايه. ففي اشياء يعني
ساعات بالعين المجرده انت تقدر تلاحظ المصباح. في اشياء لا، لازم انت تستخدم اساليب ثانيه على اساس انت تشوف هل هذه هو فعلا طبيعي او لا. احنا عندنا اليوم يمكن مجموعه صح من المسابيح نبي انا يعني بشكل عام اي نعم. نبي نتكلم عنهم اكثر اذا بتكلمنا. يعني انا حاولت ان انا انقي من جميع الانواع، لان في البدايه احنا لو ان بنتكلم بعد بنتكلم عن هوايه المسابيح صح. فهواية المسابيح مو مقتصرة بس على الكهرمان، ولكن في أشياء ثانية طبعاً في الآونة الأخيرة في أحجار كريمة ثانية، في خامات طبيعية تتكون من الأشجار أو تتكون من عاجل فيل حالياً، العظم القرون، في وايد أشياء. حق كل نوع يفرق الوزن، ساعات تلاقي مثلاً بلا شك مصباح ثقيل تلاقي بلا شك. حتى في السعر صح؟ السعر يحكم بعد حتى على نوع الخراطة، جمالية الخراطة أو من الخراط اللي مشتغل في المصباح. كلمني عن ذي الخطوات مالت الخراطة. يعني الحين أنا مثلاً جاية بشتري مصباح، شنو الأشياء الأساسية لازم أركز فيها كإنسان ما أعرف، يمكن ما أفهم ما أفقه في هالأمور. بنفيد هو يعتمد على الشخص نفسه. إذا كان هو هاوي أو هو إيه، ولا بس يبي مصباح وخلاص. بالضبط. يعني إذا أنت بس تبي مصباح، أنت لازم تحدد ميزانية المصباح نفسه من وإلى. يعتمد يعني في كهرمان مثلاً يتراوح من الجرام من دينار إلى ما شاء الله. فأنت بنفسك أنت تحدد شنو أنت تبي بالضبط، هل تبي قديم تبي جديد. طبعاً الكهرم في فارز وفي حجر واحد. الحجر الواحد نرجع حق النقطة اللي أنت ذكرتها، طبعاً هي عبارة عن صخرة أنت راح تشرحها بنفسك بالمقاس اللي تبي بعدد الخرز ومن الشخص اللي هو راح يشتغل فيها. طبعا هذه كلها لأجر، اللي هو مثلا الكواليتي في النهايه، شلون الطريقه النهائيه او تقطيع وشلون يكونون نفس الشيء. على اللي انت تبيه، على اللي انت تبونه. يعني مثلا انا ابي مصباح يتكون من 66 خرزه، المقاس الفلاني، القصه الفلانيه، هذه طبعا كلها بحسابه مثل ما يقولون. يعني صح، ترى في ناس يعني هالقد مهتم بالمسابيح لدرجه انه يركز في كل شيء. يعني يمكن انت يعني اكيد هاي شغلتك ومحلك ويعني خبرتك اللي تعودت عليها من انت صغير، لكن في ناس محبين لهاي الشيء ويعرفون ما شاء الله في كل يعني شيء. يعني نسمع إيه، احنا نركز في الذهب ونعرف الدقه، اتوقع الريال خلاص عارفين حافظين. يعني هذه هوس في النهايه. يعني احنا لو بني نعرف الهوايه ان الواحد يكون يعني داش في هالمجال حق متعه او الراحه النفسيه مثل ما يقولون. فما بالك لو انت تدش في شيء هو متعه في الوقت الحالي واستثمار في المستقبل. جاسم انا بسالك بالنسبه يعني حق اللي يكون عليه اقبال اكثر في هالفتره، تشوف الاقبال على شنو؟ هل هو الكهرم ولا الاحجار الكريمه الثانيه؟ خصوصا العيد بعد صح. هل في مناسبات معينه الواحد يكشخ مثلا بس بالكهرم؟ هو للامانه للرجال الكهرم بيكون، يعني الكهرم هاي التوب، الخامه التوب بالنسبه حق الكل. والدليل على ذلك ان هي اسعارها طبعا في عرض وفي طلب صح. فكثر ما كثر الطلب الاسعار راح ترتفع طبعا، وخصوصا اذا انت تتكلم عن خامه يعني عمرها ملايين السنين. وتفرق اذا كان عمرها اكثر صح. اكيد اكيد بلا شك. يعني السعر مثل ما عندنا احنا الذهب في 18 و21 و24، الكهرم كذي في فرز جديد في فرز قديم، والقديم يتدرج بانواعه والوانه، وطبعا كل نوع له اسم. طبعا مسميات اطلقوا عليها معظم الهواة على اساس بس تمييزها بينه وبين الخامات الثانيه. ذكرت ان يمكن الكهرم مشابه للذهب كادخار، فش قد هذا شيء صحيح وممكن انه يكون ان انت لو عندك كهرم مثلا ممكن ان انت تدخره ومستقبلا تبيعه ولا يكون كاستثمار؟ كاستثمار هل هاي فعلا موجود؟ لما احنا بنتكلم عن الاستثمار فاحنا لازم ننظر لها للمدى البعيد. لان في ناس للامانه يشتري اليوم المصباح يفكر انه هو بيربح منه يبيعه بكره. ما يصير. ولكن هذا الشيء خاطئ. لازم يكون له فاليو قديم. ايوه بالضبط. الاستثمار ان انت تقتني شيء وتستانس فيه على الاقل، تحلل تحلل فلوسه، وبعد ذلك انت تنظر لها كاستثمار. يمكن انت لازم اذا انت كنت تاجر جيد او مستثمر جيد، انت لازم تعرف الوقت اللي انت راح
تبيعي فيه، لأن مثل ما قلنا أن هذه بعد في ارتفاع وفي نزول على حسب ما يقدم يكون أغلى، يعني كل ما كان فينتج أكثر كل ما يكون أغلى. عشان كذي أنت غزك في الاستثمار إنه يكون عندي يمكن عقب 20-30 سنة بيعه يكون سعر old is gold مثل ما صح أغلى يكون لأن يكون في طلب عليه أكثر. وكل ما قدم بعد كل ما قدم المصباح خصوصا المصباح مو بس ككهرمان طبعا، كل ما قدم كل ما نعرف انه والله ترى اللي خرطه ترى شخص لا باع. ايه طويل. ففي يعني في ناس مثلا سووا مصابيح وتوفوا. فهذه طبعا لا قيمته. كونه كخراط نفسه لا قيمته اساسا. الشخص الفلاني في هالمكان الفلاني اللي يعني محترف يده مثلا محترف في تكوين الخرز نفسه. يعني الهواء نفسهم لما بيجي يقتني مصباح كأنه لازم يقرا السي في مال المصباح بالضبط. متى صار؟ من شنو صار؟ ومن الخراط الفلاني؟ والله قصة طلعت. طلع قصة. بالعكس. هاي أتوقع اللي مهتمين يمكن في المصابيح وفي الكهرمان وغيره من الأحجار الكريمة راح يركزون على شيء. خليني أسألك جاسم هالسؤال. قبل كنا نشوف إحنا دائما يمكن أبهاتنا والكبار في السن هم اللي يودون المصابيح، اليوم قمنا نشوف حتى الشباب يعني. وقبل كانوا يقولون لا الواحد اللي بيود المصباح على الأقل يكون لابس ثوب، صح ولا لا؟ قبل كان فيها الاعتقادات، اليوم نشوف بالعكس الكل قام يود المصباح في أي ستايل. هل تشوف إقبال الشباب على المصابيح اليوم أكثر، وبالذات صاروا يعرفون عن الأحجار الكريمة والكهرمان أكثر؟ هي أساساً هي ذي ثقافة. يعني احنا تعلمناها بحكم عاداتنا وتقاليدنا من الشياب قبل انهم كانوا يعني كان المصباح في الاساس كتسبيح، نوع من انواع التسبيح. فحاليا هي انتشرت ثقافه كزينه وتباهي. فمو بشرط يعني انا من وجهه نظري الشخصيه للامانه مو بشرط يعني ان احنا نحكم على المصباح بالزي الرسمي او انه لازم يكون واحد رسمي. انت مدام ماخذها كزينه، طبعا الزينه هي مو بتلتزم فيها كمجرد ثوب وغتره، بالعكس احنا نشوف الشباب حاليا اللي لابس رياضه واللي لابس كاجوال واللي وعنده مصباح. يمكن صح حتى بعض الستايلات تناسب صارت الكاجوال، قبل يمكن نفس اللي في يدك الحين هذه حق الثوب اكثر، الحين في ستايلات جديده مثل ما نشوف في الوان ثانيه في خامات ثانيه طلعت. يمكن اخر سؤال بساله لك هو موضوع في ناس في البحرين مثلا تشوفهم انهم ماخذين هذه الشيء كهوايه تجميع مثلا، هل شفت بعينك ناس تجمع هاي الشيء كحب له؟ في نوعين. يعني النوع الاول فعلا هو كتو طالع في هذه الشغله وحاب انه هو يقتني ويقتني اكثر من خامه اساسا هي تكون معاه للزمن او انه يورث احد. النوع الثاني يعني اللي ياخذها في البدايه كهوايه وتنقلب تجاره. فهي في كلا الحالتين يعني الموضوع هذه الأحجار أنت تقدر تسويها على ما أنت تبغي، إن بغيتها هواية فأنت هاوي، وإن بغيتها كتاجر بتستمتع فيها قبل وإن شاء الله راح تجيب لك مردود. يعني ممكن أنا أخذها كهواية بعدين أستثمر فيها لأن تشوف خلاص يمنع في كل شيء. أنا رايح ورادع على الاستثمار. أكيد جاسم الملا كل الشكر لك على حضورك اليوم صراحة، يعني فتنا وايد في هالموضوع لأن نسمع الكهرباء اكيد وهي، لكن لا بحر كبير هو هالشيء. بالعكس انا اللي اشكر تلفزيون البحرين المتمثل في برنامج صيف البحرين اللي اعطانا الفرصه ان احنا نسلط الضوء على هذه الهوايه كبدايه والتجاره بشكل خاص. يعني اكيد نشكر تواجدك وحضورك، نورتنا. كل الشكر لك. وصلنا معاكم مشاهدينا لختام حلقتنا لليوم، نلقاكم باكر ان شاء الله في نفس الموعد من 10 ل 11، انتظرونا. السلام. Thank you.